ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، ومعانا الأستاذة جميلة الكردي خبيرة التجميل. حابة أسأل حضرتك إيه رأيك في المسابقة؟ طبعا انا برحب بيكم كلكم الاول. انت أهلا منورانا يا بيكي، استاذه جميله، منورانا منورين وجودكم منورانا، إن شاء وكنت الله. ميرسي منوره على ذوقك، المسابقه حاجه كده ما شاء الله، شعلت ما شاء الله ميرسي ورا على ذوقك، فعلا دي حقيقة. ميرسي. المسابقه كانت فكرتها جديده، تمام. تمام المسابقه كانت فيها اورال شفوي وفيها طبعا صحيح، عملي، وده اللي خلى المسابقة نجحت. طبعا المسابقة كان فيها بنات من البروفيشنال للبروتين، من شركة طبعا معروفة، شركة مهير. أكيد هنعمل المسابقة مرة واثنين وثلاثة، لأنها إن شاء احنا الله إلى خدنا حد وعد ما من مستر نجحت. احمد دلوقتي، نعم خدنا وعد من مستر احمد. إلى حد ما نجحت، ونجحت طبعا يعني بوجودكم ميرسي معانا ميرسي بجد. لحضرتك. تمام. تمام طيب انا هبدا يا جماعه مع المتسابقات اللي كانوا معانا، ونبدا طبعا بالاستاذه ايه فهد اسكندريه، تمام، اللي كانت يعني مبهدله الدنيا في المسابقه، الله اكبر عليها. استاذه ايه منورانا النهارده في برنامج اخبار بلدنا، وتشرفنا بوجودك معانا. متشكره جدا يا استاذ سيد، انا يعني ايه رايك في المسابقه بقى؟ لا كانت حلوه معلش جدا، هنقرب المايك من بقنا. حلوه جدا وجديده من نوعها. تمام. ما شاء الله طبعا الحكام وحضرتكم منورينها. بالنسبه ل انا مش بدخل مسابقات كتير، بس طبعا حبيت ادخل طبعا لما عرفت ان حضرتك موجود ربنا والحكام يخليك يا بتوعنا استاذه. موجودين. طيب ايه رايك في منتج مهير عموما بقى؟ انتوا متخصصات بقى وده مجالكم. منتج مهير انا بالنسبه لي اول مره اشتغله. تمام. حلو جدا ما شاء الله، اللاين كله انا جربته حلو جدا. ما شاء الله المنتج مش بتحتاج ماده كتير، انا كمتخصصه بيبقى في تكات عندي كل المميزات لقيتها فيه، مش بيحتاج مني شغل كبس كتير، مش بيحتاج مني ماده كتير على الشعرايه، بيخلي الشعرايه طبيعيه جدا بعد مش بعد الكبس. بتحط له اي اضافات؟ لا هو المنتج انا كمتخصصه في منتجات كتير بضيف لها اضافات، بس تمام. هنا المنتج ده مش محتاج خالص اي ما اضافه. هي دي النقطه اللي انا كنت عايزه اعرفها منك، ان المنتج ده الوحيد اللي مش بيتحط له اضافات، كل حاجه موجوده في منتج شركه مهير. فعلا فعلا تمام المنتج مش محتاج اي اضافه ما شاء الله عليه. تمام. استاذه امل وجيه، اهلا بيكي. مبروك يا استاذه. الله يبارك فيك. مبروك يا استاذه. مبروك عليكي. معلش انا هنعلي الصوت بس عشان الليفل. تسلموا لي يا رب. متشكره جدا مبروك. وانا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده. عايز اعرف مني بقى ايه رايك في اليوم وايه رايك في المسابقه؟ المسابقه كانت حلوه قوي، وكانت فيها روح تنافس عاليه قوي، وكلنا كنا مبسوطين طبعا ان احنا شغالين مع بعض. وكانت استفدتوا طبعا ايه؟ اول مره نشتغل بالمنتج، واول مره في ناس كتير قوي ما كناش نعرفها نتقابل مع بعض في اليوم ده. كلنا كنا مبسوطين جدا بروح المنافسه وروح المسابقه، وكانت حاجه لطيفه قوي من دكتوره امنيه انها تجمعنا كلنا في اليوم ده. طب اشتغلتي بمنتج بس تعبتوها؟ احنا تعبناها بس تعبتوها يعني. اخر اليوم كان حلو. اخر اليوم كان حلو في تطبيق المنتج، ايه رايك فيه؟ لا منتج مهير بصراحه اول مره اشتغل بيه في المسابقه، عجبني جدا. سهل قوي في التوزيع معايا، اداني نتيجه حلوه انا ما توقعتهاش بدون اي اضافات على حلو الشعر. جدا برافو. انا كان معايا شعر متهالك شويه ضعيف، كان فيه شويه مشاكل تساقط وهيشان اثناء الكبس والتطبيق، ما لقيتش اي مشكله مقابلاني. المنتج كان سهل قوي في الكبس بتاعه، واداني لمعه وطراوه وحيويه للشعرايه انا ما توقعتهاش. لقيتي ايه مش موجود في المنتجات التانيه؟ لقيت ترطيب عالي، لقيت لمعه، لقيت حيويه، لقيت الشعريه طالعه اكني ما اشتغلتهاش بروتين، اكنها هي طبيعتها كده. الشعريه مميزه جدا، مش شعريه فيها طراوه ولمعه طبيعيه قوي. تمام. وبجد منتج مهير، يعني انا لو هشتغل بعد كده مش هشتغل غير بمنتج مهير. اكيد بقى يعني مبروك عليكي. اكيد طبعا. لا منتج لا لا هو قوي، هو وانا بشكر فعلا الشركه براند على يستحق المنتج ده. التقدير يعني منتج صراحه فعلا يستاهل التقدير وفعلا حلو قوي. تمام. استاذه رانيا، يعني انت جايه من المنصوره انا عارف والله، وتعبانه وكلكم جايين من بعيد جدا وما شاء الله عليكم، وده على راسنا من فوق يعني وجودكم وجايين من بدري. مبروك الاول. الله يبارك فيك يا استاذ سيد، وان شاء الله معانا دايما في اخبار بلدنا ومعانا في مسابقاتنا ان شاء الله. انا خليك يا استاذ سيد. ايه رايك في المسابقه وايه رايك في اليوم اللي احنا عملناه ومنتج مهير؟ بصراحة أنا مبسوطة جدا جدا باليوم، مبسوطة جدا إن أنا مع حضراتكم، مبسوطة إن أنا مع أستاذة أمنية وأستاذة جميلة ومعاكي أستاذ سيد والأستاذة شيماء. بجد كان يوم جميل جدا جدا ده مبدئيا كده. المسابقة بقى كانت جميلة جدا، كل الناس اللي كانت في المسابقة كانت حلوة. طيب وبصراحة اليوم كان اتعرفتي على حد جديد ولا كنتي تعرفيني؟ لا اتعرفت على ناس كتير جديدة كلنا جداد بصراحة، وكانت المنافسة حلوة بينا، كانت جميلة جدا المنافسة. وكانت الأستاذة أمنية بصراحة مخلية اليوم جميل،
بالروح الحلوه اللي كانت معانا. ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك لها. لا 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 ما شاء الله عليك الله اكبر. مدام جميله كانت بتلف على كل ورقه بتشتغل ازاي تمسك شعر العميله. انا بقى بالعافيه كمان انت ما اكلتيش لا تقعي حقيقي. انا شفتها بتاخد المكوى او حاجه من ايد حد وبتقول له لا بتاكل وبعد كده ربنا يبارك لها. حقيقي واحده متعبه جدا ما عرفتناش ان هي حقيقي عشان دخلت لجنه التحكيم فكانت عايزه تاخد النتيجه مظبوطه عشان ما تظلمش حد. هرجع للاستاذه رانيا برضو وعايزه اعرف راي حضرتك في منتج مهير. بصراحه وهم يعني كلمه وهم قليله. انا كان معايا شعرايا انا صراحه كنت خايفه مخضوضه يعني اول مره في حياتي ادخل مسابقه وان انا ادخل بشعرايا افريقيه مجعده يعني استاذه جميله ممكن تقول لك كمان الشعرايا كانت عامله ازاي كانت صعبه جدا 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 بس صراحه لمعه ترطيب شغل حاجه كده. انا اشتغلت بمنتجات كتير وبحب اجرب كل المنتجات بس وبضيف لمنتجات بس بصراحه انا ما ضفتش لمهير حاجه وبصراحه انا ما كنتش اتوقع النتيجه اللي طلعت منه بصراحه يستاهل ان يتقال عليها نمبر 1 نمبر 1 استاذ استاذه نبيل ازيك منورانا معلش هتقربي معاك من الناس عشان النقاط. كنت عايزه اسالك بقى ايه رايك في اليوم؟ كان يوم جميل جدا استفدت منه كتير. اول مره ادخل مسابقه كان روح تنافسيه بينا كانت في منتهى الجمال كلنا كنا روح واحده وايد واحده. بس كنتوا خايفين جدا طبعا لا الخوف ده كان اساسي. ايوه لان انا كنت اول مره اشتغل يعني ما شاء الله يعني فيكم يعني انا اسمع اسماء فيكم حاجه كده تخض برضه كنا خايفين كنا مرعوبين انت معايا ايوه كنا مرعوبين لان انا كنت اول مره اشتغل بمنتج مهير فكان بالنسبه لي ان تطبيقه واتفاجئت كمان بشعرايا صعبه افريقيه صعبه جدا ومسبوغه كمان فكان بالنسبه لي وشعر تقيل جدا فكان بالنسبه لي كنت خايفه جدا ان انا اول مره منتج اشتغل بيه على شعرايا زي دي بس الحمد لله النتيجه مرضيه جدا. غالبا الشعر المسبوغ بيحتاج اضافات انت عملتي لا ايه؟ انا ما ضفتش اي حاجه لان المنتج كامل المنتج كان كامل ما مش لي اي اضافات الحمد لله حتى برغم ان الشعرايه كانت ضعيفه جدا وكانت صعبه جدا العامله كانت المودلز كانت مبسوطه جدا من النتيجه تراوى الشعرايه كانها طبيعيه جدا سهل في الكبس قدرت الحمد لله ان انا ارسم موفر يعني جدا موفر جدا ايوه طبعا طبعا ايوه طبعا انا عشان بعيد عن المجال أيوة. فيعني كلمه أيوة موفر لا موفر جدا ايوه فعلا لا المادة موفره جدا جدا وفي الوقت وفي المجهود وفي كل أيوة. حاجه مش حقيقي الشعرايه كانت ما شاء الله طالعه بيور طبيعيه جدا جميله جدا لا منتج مهير بجد لا حلو جدا جدا تمام بالتوفيق يا استاذ. طيب نرجع لمدام زاهيه زهية برضه منوره الدنيا يا زهية والف مليون مبروك ان شاء الله دايما معانا هنا يا رب دايما. ايه رايك في المسابقه وايه رايك في المنتج؟ لا هي بصراحه انا اول مره ادخل مسابقه تمام هو انا كنت جايه يعني عاوزه استفيد حاجه جديده واتعرف على ناس جديده بالظبط واشوف حد جديد قدامي تمام ايوه تبادل خبرات تبادل خبره وان انا مثلا حاجه واقعه مني ان انا استفيدها من غيري من اكبر مني او احسن مني في الشغل او كده فانا ما كنتش مستكبره ان انا اعمل كده تمام حلو. فانا دخلت المسابقه طبعا اتشرفت بحضرتك ربي يخليكي احنا اتشرفنا بيكي جميله فعلا وبدكتوره امنيه ده مش كان اول شغل ليا معاهم تمام فانا اتعاملت معاهم يعني مسابقه جميله جدا ويوم كان اجمل استفدتي من معلومات طبعا استفدت كلنا استفدنا من تعرفت على ناس جديده وتعرفت على اصحاب جداد تبادل خبرات من محافظات مختلفه انتوا كلكم من محافظات اكيد طبعا يعني افضل طريقه الشغل البدايه اللي عملتها الدكتوره امنيه بمحاضره رفع الكفاءه للمتخصصات بالزبط. لما انا بكلمها بقول لها دكتوره طيب يعني الناس متخصصه وبروفيشنات لا ادتنا معلومات جديده ودكات جديده فعلا في المجال فايه لا يعني احنا هنتكلم في موضوع رفع كفاءه رفع واللي عجبني اكتر في الفكره لما اتعرضت عليا يعني مستر احمد حد يعني حد ما شاء الله عليه محترم جدا وحد حقيقي والله حد ذوق قوي مفيش دعايه حقيقي مفيش دعايه هو فعلا مش همه الدعايه على قد ما همه النتيجه نفسها هو المنتج بيتكلم عن نفسه كمان في حته كويسه حتى هو الراجل اللي هدفه دعايه هو منتجه مش محتاج دعايه الحمد لله صراحه منتج اكمل عشان نبدا التكريم ايه رايك في منتج مين؟ لا
انا بصراحه انا كان معايا شعرايه كان كل اللي معايا مش متوقع ان انا هطلع منها نتيجه. احنا كنا مخضوضين من النتيجه بتاعتها. انا كان معايا شعرايه مسبوغه متهالكه صبغات جدا يعني كانت متدمره متدمره وواقعه من الشغل فيها صبغات بطريقه غريبه. تمام تمام. يعني قالوا لي ازاي انت هتشتغلي؟ قلت لهم انا هشتغلها، انا يعني انا عندي يقين بربنا سبحانه وتعالى ان هو هيكرمني. فاشتغلت يعني انا مش حاطه في دماغي اي منتج ولا حاجه. تمام. بس انا حطيت في دماغي المنتج الجديد ده هيعمل معايا ايه في الشغل. انت يعني عايزه تشوفي كمان تجربي يعني ظبط معاكي الدنيا جوده المنتج عامله ازاي. هي تحدد نفسها. حسيت ان الشعرايه طريه في ايدي يعني كانها اول مره يعني بيور مفيش فيها اي حاجه. جميله جدا وطريه. بعد الشغل والكبس والمجهود اللي انا عملته بصراحه طلع لي نتيجه. انا بقيت احمد ربنا واشكر فضله على نعمته ان هو طلع معايا الشعريه كده منتج مهم. مش عايز دعايه ومش عايز اعلان عنه بصراحه. تمام. بشكر حضرتك يا استاذه. وخلونا يا جماعه نطلع فاصل واستنونا عشان نطلع بكوين اوف بروتين ملكه البروتين في مصر. انتظرونا بعد الفاصل. اهلكم تاني اعزائي الكرام في كوين اوف بروتين في اخبار بلدنا برعايه شركه مهير الامريكيه وتكريم افضل 5 متخصصات في مجال البروتين اللي شرفوا المسابقه للمره الثانيه اللي شرفوا المسابقه عشان ما نظلمش حد. ونبدا بالمتسابقه رقم 5 المتخصصه اللي معانا زهية حمام. الف مليون مبروك. الف مبروك استاذ احمد. اتفضل. الف مبروك. مبروك. اتفضلي. المتسابقه رقم 4 الاستاذه نيفين يحيى. اتفضلي. الف مليون مبروك يا استاذه. مبروك. المتخصصه رانيا يحيى. رانيا رضا. رانيا رضا. رانيا رضا. الف مليون مبروك يا استاذه رانيا. الف مليون مبروك. معانا في كل مسابقه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذه امل وجيه. استاذه امل الف مليون مبروك. شكرا جدا يا استاذ سيد. الف مبروك. اتفضلي يا دكتوره. شكرا جدا. الف مليون مبروك. مبروك يا استاذه امل. الله يبارك فيك. شكرا جدا. مبروك بالتوفيق ان شاء الله. ربنا. اتفضلي. معانا كوين اوف بروتين يعني نمبر 1. نمبر 1 يا جماعه بقى كوين اوف بروتين افضل متخصصه بروتين 2020 حضرت مسابقه اخبار بلدنا برعايه شركه مهير الامريكيه. كوين اوف بروتين ايه فهد اسكندريه. تستاهلي يا يوليو. لا اهو. الف مبروك. الف مبروك يا ايه. الف مليون مبروك. انت نورتينا وتستحقي وعن جداره تلبسي التاج كوين كوين اوف بروتين. الف مليون مبروك. تستحقي كل خير. وانا سعيده جدا ان انت كنت معايا بجد. الف مليون مبروك. الف مليون مبروك. وان شاء الله موفقه ونورت الدنيا. ومبروك عليكي ملكه البروتين 2020 حضرت مسابقه اخبار بلدنا. ان شاء الله تابعونا على اخبار بلدنا. بس قبل ما اختم انا حابب اعمل حاجه صغيره خالص. ده درع واهداء من قناه الصحه والجمال برنامج اخبار بلدنا. انا بهديه للراجل اللي شرفني النهارده القيمه والقامه اللي جات لي استوديو الصحه والجمال النهارده برنامج اخبار بلدنا مستر احمد شوقي. انت شرفت الدنيا يا مستر احمد حقيقي يعني. يا رب يخليك. وان شاء الله احنا خدنا وعد بمسابقه اكبر من كده ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله بالتوفيق يا مستر احمد. حضرتك نورتني النهارده. انتظرونا. طبعا ده في شكر كبير قوي. انا اسف يعني يا جماعه. انا بشكر كل شركه مهير. مستر محمد محمود مدير التسويق والاستاذه شيماء مدربه الشركه والاستاذ محمد داوود. كل دول كانوا معانا جدا جدا يعني بصراحه. ده تكريم برضو يا جماعه من شركه مهير للدكتوره امنيه الجندي المجهول في الحفله دي. حقيقي 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 بالتوفيق ان شاء الله يا جماعه للجميع. وانتظرونا في كل جديد في اخبار بلدنا. شكرا.